وأسرتي الكبيرة. ولدي حبيبي تعال إلي. والدك مجرم أناني، أراد أن يقتلك ويتخلص منك ومني. إياك أن تواجهه وتتحدث إليه، اعتبره ميتا ميتا. والدك مجرم. حبيبي ولدي حبيبي، لقد التقيت بك أخيرا. لماذا هذا الصمت؟ قل شيء، دعني أعرف كيف تتكلم، إنني مشتاق لسماع صوتك، لمعرفة لهجة هذا الصوت. قل شيئا يا وسيم، قل شيئا. ما بك يا ولدي، ما بك يا ولدي؟ والدك مجرم، أراد أن يتخلص منك ومني. وسيم، وسيم، وسيم. لماذا تصرف هكذا؟ أفكار أمي ستقف بيني وبينه إلى الأبد. لا عليك يا زوج عمتي، سأحاول معه مجددا. لقد حذرتك منذ البداية بأنك ستفشلين، لأنني حاولت ذلك مرارا دون جد. لن أعدم وسيلة في إقناعي، سأحاول وأكرر المحاولات حتى أصل إلى النتيجة التي أريد. آمل ذلك، آمل ذلك، ولكنه حلم بعيد المنال. لقد انتظرت 20 سنة من عمري، وعلي أن أنتظر 20 سنة أخرى لأحظى بلقاء مماثل. ولدي حبيبي تعال إلي. أراد أن يتخلص منك ومني. من أجل حبي لك ولا أرجو ألا تخيب أملي. ماذا فعلت لك يا وسيم؟ والدك مجرم، اعتبره ميتا ميتا ميتا. أريد أن لا أسمع شيئا. أكاد جن، أكاد جن. مريم، هل أنجزتي معاملات السفر؟ أجل. يبدو أنك متعب جدا، فملاحقة المعاملات من دائرة إلى دائرة تزهق الروح. ولكن أين زوجك منير؟ ذهب ليفسح عن نفسه قليلا. ألا يزال كما كان؟ شروده يزداد يوما بعد يوم. إنه معذور، لن أستطيع أبداً أن أنسى مشهد لقائه بوسيم، فكل ما كان في قلبه من حب وحرمان انفجر في تلك اللحظة كالبركان. وبقدر ما كان يتحسب لهذا اللقاء أصيب بخيبة أمل كبيرة. الذنب ذنبي، ولكن ليس بإرادتي. ما بك يا عمتي؟ لو كان الله من علينا بطفل لتغيرت أموره كثيرا. ماذا تعني؟ زوجي يعاني من الفراغ والحرمان. لو أنجبت له طفلا لأصبح الآن شابا، ولكان عوض له الشيء الكثير مما يعاني. ولكن لماذا لا تعوضي أنت هذا الفراغ أنت بنفسك؟ هل تعتقدين أنني
في مناء عن هذا الشعور. أنا أيضا أواجه هذا النقص. أنا أيضا أعاني من هذا الشعور من الفراغ والوحدة. لكنني لم أرك يوما تتذمرين من شيء. أحاول أن أشغل نفسي بالحفلات، بالعمل، بالشهرة، ببلوغ الحد الأقصى من النجاح، ولكن عندما أبتعد عن عالم الأضواء وأعود إلى قرارة نفسي أشعر بالمعاناة وبالصراع الذي يتخبط في أعماق أعماقي. ولكن ماذا يا عمتي؟ بعض الأشياء تحترق ويصعد دخانها الكثيف، وبعضها الآخر يحترق بدون دخان. وأنا أي نوع من الاحتراق أعاني؟ على كل حال أنت يا نغم، بالنسبة لي ولمنير، الطفلة المدللة التي تعاود لنا الشيء الكثير مما نعاني من الفراغ والأحد. لا أستطيع. إنما بدا مني يجعلني أشعر بالخجل وبالضعف أمامه. ترى لماذا فعلت ذلك؟ لقد اتصلت بي مرتين ولم أتجرأ أن أرد عليها، ولكنها ستسافر اليوم أو غدا. لا شك أنها عاتبة علي، ولكن كيف سترحل دون أن أقول لها كلمة؟ كيف؟ الطعام جاهز يا وسيم. مع السلامة يا ابنتي. انتبهي على نغم. حاضر يا مع السلامة يا نغم. انتبهي لنفسك يا حبيبتي. لا عليك يا جدتي، سنتصل بك دائما. كف عن الدموع الآن، هيا قبل أن نتأخر عن موعد قيام الطائرة. وأنت يا زوج عمتي، ألا تريد أن تودعنا؟ سأفعل في المطار يا ابنتي. أم أمين، وصية في عنقك يجب أن تهتم بها جيدا. وأنت يا جدتي، لا تزعل منير أبدا. ها؟ رفقتكم السلامة، إياكما أن تتأخرا، اتصل بنا كلما تهيأت لكم الفرصة. مع السلامة حبيبتي. يا رب احفظهما سالمتين. سادتي، فقد حان موعدكم مع الحلقة الأولى من المسلسل الجديد الفصول الباردة. الفصول الباردة من بطولة النجم الشهير صلاح أشرف والنجمة الصاعدة نغم. وبالمناسبة سنعرض على حضراتكم المقابلة التي أجريتها مع السيدة نغم قبل مغادرتها البلاد. إليكم بعرض للمقابلة. نغم، لقد افتقدتك كثيرا. ما بك يا وسيم؟ لا شيء. ما هي النشاطات الفنية التي ستقومين بها خلال سفرك سيدة نغم؟ سأسافر من أجل تنفيذ عقد عمل يتعلق بتصوير مسلسل تلفزيوني أقوم ببطولته إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين الزملاء والزميلات. أين تفضلين العمل أكثر، في الوطن أم خارجه؟ في الوطن طبعا،
فجمهوري هو كل ما أملك من رصيد فني، وهو الذي شجعني، وهذا التشجيع كان لي بمثابة الغذاء الروحي الذي يساعدني على تخطي والاستمرار جميع المصاعب. بعد كل ما حققته من نجاحات، هل تعتقدين أنك قد وصلت إلى القمة؟ وسيم، أعتقد أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى القمة مهما بلغت شهرته. لماذا؟ القمة في نظري هي الكمال، ونحن معشر البشر لم نتوصل إلى الكمال بعد، فكيف يمكننا أن نأتي بأعمال كاملة؟ هل تسمحين بسؤال عن حياتك الخاصة سيدة نغم؟ تفضلي. إذا أحببت شخصا وطلب منك الزواج ومن ثم خيرك بينه وبين الفن، فمن تختارين وماذا تقولين؟ سؤالك محرج فعلا. على كل حال، أنا برأيي أن الحب لا تقيده شروط، وإذا أحب رجل امرأة فما عليه إلا أن يقبل بوضعها كما هي. هل لك تجارب خاصة في هذا المجال؟ وقفة، أعفني من الإجابة إذا سمحت. هل من سؤال أخير إذا أردت؟ تفضلي. أتودين قول شيء للجمهور؟ أتمنى على جمهوري، كل جمهوري، أن يتخذ من المحبة القاعدة الأساس في كل تطلعاته وتصوراته وعلاقاته مع الأقربين والأبعدين. شكرا سيدة نغم. شكرا لك. لا شك أنها تقصدني. وسيم، ألا تريد أن تأكل؟ أعطني طبقا أكله هنا إذا سمحت. ولماذا هنا وليس هناك؟ أريد أن أشاهد الفصول البارد. وما قيمة هذا المسلسل؟ كيف تحكمين على قيمته ولم تري منه شيئا بعد؟ كما تشاء. ما قيمة هذا المسلسل؟ إنه بالنسبة لي كصورة بالنسبة لأبي، ينظر إليها، يخاطبها، ولكنه لا يستطيع أن يتلمسها ويشعر بدفئها. هذا لك يا جدتي. شكرا لك يا حبيبتي. وهذا لك يا زوج عمتي. ذوق رائع. شكرا، شكرا لك. الشكر لرياحين، فهي التي ساعدتني في الاختيار. وماذا أهديت رياحين؟ فستانا من الحرير، سأريكم إياه عندما أفتح حقائبي. وهذا أيضا لك يا عمتي الحبيبة. كم هو جميل، لماذا أخفيته عني؟ نغم، نغم تحب المفاجآت. وماذا يوجد في هذه العلب؟ ملابس للأطفال. لا شك أنها لربيع. دعينا نراها. لا، ليس لا، ليس لا. وفري هذه الدموع يا نغم. لو وفرت هذه النصيحة لنفسك لكان ذلك أفضل. كلانا نعاني من نفس المصيبة. كيف حالك يا حماتي؟ شكرا للنفس. كفاك تمثيلا على الطفل. ماذا تقصدين؟ التمثيل في التلفزيون شيء وحب الأطفال شيء آخر. وهل التمثيل يحرمني من حقي كأم؟ وهل حقك كأم يفرض عليك ألا تسألي عن الطفل كل هذه المدة؟
لقد كنت خارج البلاد وقد أخبرتك عن سفري في حينه. أنصحك بعدم رؤية ربيع، فقد أصبح لنا وليس لك. أنا لم آتي لأخذه. يا بابا يا بابا، ولكن جئت لأراه، لأراه فقط، وأنا من حقي أن أراه. لو بإمكاني، لو بإمكانك لفعلت. هيا هيا اذهبي من هنا حالا قبل أن يأتي الساهي بين لحظة ولحظة. ساهي ساهي ساهي، لا تكفين عن ترداد اسمه أمامي. اذهبي حالا. لن أدعك تسلبين مني هذه المرة. توقفي. توقفي، إن عدت مرة ثانية ستكون نهايتك على يدي. بعد الآن لن تحملها رجلاها إلى هنا. ماذا تقولين؟ سلمت يداك، لقد أفزعتها. لو تركتيني أقتلها قبل الطلاق لكنا استرحنا منها، ولكن أين ستهرب مني؟ لم أعد أستغرب تصرفات وسيم تجاه والدي. أحلام استطاعت أن تزرع الحقد والكراهية في قلبي، ولا أستبعد أبدا أن تقوم سهى وساهي بنفس الدور. المكان هادئ وجميل، منذ متى تأتي إلى هنا يا وسيم؟ منذ قابلت نغم للمرة الأولى. إن وسيم يعرف أن يختار الأمكنة التي تروق له. اسكت. ماذا هناك؟ لا شيء يا خالة، لا شيء. غير معقول، ما الذي أتى بها إلى هنا؟ لم أكن أتوقع وجودك هنا. وأنا كذلك، لعلها صدفة. وهل أنت راضية أم منزعجة من هذه الصدفة؟ لا، لست منزعجة أبدا. ولا أنا. أليست الممثلة نغم؟ أجل، إنها هي. تعالي تعالي اجلسي معنا. أعرفك بأمي وصديقي سامي. تشرفنا. إنها أشهر من أن تعرف. تفضل يا سيدة نغم، تفضل. شكرا. أنت هنا ونحن ننتظرك في المنزل. لقد تأخرت عن موعدي معكما، فاعتقدت أنكما سبقتماني إلى هنا. لا بأس، تعالي نختار مكانا نجلس فيه. ولكن السيدة نغم في ضيافتنا. المعذرة، لقد نسيت أن أقوم بالتعارف. زميلتي سميرة وزميلي سهير. تشرفنا. السيدة أحلام ماجد وابنها السيد وسيم، والسيد سامي صالح. تشرفنا. تفضل اجلس معنا. المكان لا يتسع للجميع، تعالي يا نغم. لقد اختارت مكانها وأنا أقترح أن تجلس معنا. ندعوها نحن وتأخذوها أنتم. لكي لا يتحول المزاح إلى خلاف، أقترح أن أقسم نفسي بين فريقين، ما رأيكم؟ إنه حل معقول. Ha ha ha!
لم أضحك في حياتي كما ضحكت الليلة. ليت نغم كانت معنا. تعالي نوقظها ونخبرها بما جرى، فلا أريد أن أنام الآن. لا أعتقد أنها عادت من سهرتها بعد. قلت لكما 100 مرة لا تكثر من الضجيج عندما تعودان في وقت متأخر. وهل تعتبرين أن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقت متأخر؟ ألا تكف عن المزاح يا منير؟ أمي، هل عادت نغم؟ ألم تكن معكما؟ لقد ذهبت معنا، ولكنها سهرت في مكان آخر. وكيف تدعانها وحيدة في هذا الليل؟ لا تخشي شيئا يا أمي، فقد ذهبت برفقة زميليها زهير وسميرة. أقترح أن تعودي إلى المنزل يا أمي، فقد سهرت أكثر من اللزوم وصحتك. أعرف هيا لننصرف. أنا سأبقى هنا. تبقى هنا؟ وهل أذهب منفردة إلى البيت؟ لا هذا غير معقول. سامي سيوصلك. سامي نعم. أمي تريد أن توصلها إلى البيت. لماذا لا توصلها أنت؟ أنا أريد أن أكمل السهرة. عد فيما بعد. أمري لله. ولكن لماذا لا يوصلني وسيم؟ لقد عرف كيف يستغل الظرف ويتخلص مني ومنك. تفضلي. هكذا أفضل، على الأقل لا نشعر أننا مقيدين. إنك تعرف كيف تتصرف بلا باقة. المهم أنني وجدتك من جديد، ولكن هذه المرة لن أدعك تفلتين من براثي. يبدو أنه لا يزال يحبني. من أين أتتني هذه القوة وتصرفت هكذا مع والدتي؟ لا يبدو أن أحلام شريرة فعلا. لا شك أن والدتي ستقيم الأرض وتقعدها عندما أعود إلى المنزل. يبدو أنهما في غاية الانسجام. من تقصد؟ نغم وصديقها العزيز. وما شأنك بهما؟ أم أنك بدأت تغار عليها؟ ولماذا أغار وأنت معي؟ ليست المرة الأولى التي ألاحظ عليك الاهتمام بتصرفاتها. عليك أن تعود إلى المقهى وتصطحبه إلى البيت فوراً. ولكنه طلب مني ألا أعود. يجب أن لا يبقى وحيداً معها. الممثلات يخطفن الرجال دون أن يشعروا. هل تريدين شيئاً آخر يا أم وسيم؟ لا، ولكن أرجوك عود إلى المقهى واصطحبه إلى البيت، ولكن بأية وسيلة أرجوك. لو كان يريد العودة لكان أتى معنا الآن. أرجوك قل له أي شيء. قل له إنني مريضة. كما تشائين. لم يكن ينقص وسيم إلا هذه الممثلة. شكرت الله أنه عاد إلى رشده بعد خلافه مع فتاته الأولى التي لم يقل لي من هي. ولكنه إذا أعجب بهذه الممثلة سيكون خطرها أشد وأدهى. الذنب ذنبي. لماذا تركتهما؟ لماذا؟
يا حبيبتي، ليتني أستطيع أن أتلمس شعرك ووجهك. تعالي أمتع نظري واملأ قلبي بحبك الذي حرمت منه سنوات طويلة. تذرعي بالصبر يا أمي، لن تمكثي طويلا داخل هذه الجدران. طالما أن المحكمة اعتبرت الحادثة قضاء وقدرا، لن تمكثي طويلا هنا. من السهل يا ابنتي أن يألف الإنسان حياة السجن ويستأنث بهذه القضبان، ولكن ليس من السهل أبدا على أم كتب لها أن تحرم ابنتها طوال هذه السنوات. تأكدي يا ابنتي أنه مهما طال الزمن لن يستطيع أحد أن ينقص من حب لك مقدار ذرة واحدة. فمنذ ذلك اليوم الذي أخذك مني وأنا أعمل المستحيل من أجل أن أراك، لكنهم أقفلوا علي جميع الأبواب وأوصدوا جميع النوافذ، فحرموني حتى من رؤية وجهك وأخفوك عني وكأني مجرمة قاتلة. ومنذ ذلك اليوم وأنا أبحث عن الحنان، عن الحب، عن الدفء، عن الشعور بالأمان. وعندما تخلصت من سجني وأصبح بإمكاني أن أراك، شاء القدر مرة ثانية أن يفصل بيني وبينك. نعم يا حبيبتي، كفك في هذه الدموع، فانهمارها على وجنتيك أشبه بسكاكين حادة تمزق قلبي. الأمر ليس بيدي يا أمي، ليس بيدي، لا أستطيع أن أراك قريبة مني وبعيدة عني. لا أستطيع. اهدئي يا رغم واخبريني، كيف كانت رحلتك إلى الخارج؟ سأترك لك هذه المجلات والجرائد تجيبك على سؤالك. هل تقومين بزيارة أمين؟ كلما حاولت أجد مشيرة هناك فأعود من حيث أتيت. يجب أن أعود إلى البيت حتى لا ينشغل بال عمتي علي. أما زلت تخفين أمر زياراتك لي عن عمتك؟ إنني أخفي هذا الأمر عن الجميع. على كل حال أفضل أن لا تأتي لزيارتي دائما. أنت الآن فنانة مشهورة، وأخشى أن تؤثر هذه الزيارات على سمعتك الفنية. إذا عرف الصحفيون أن أمك في السجن سيملؤون صفحات الجرائد بكل ما يخطر وما لا يخطر على بال. انتهى موعد الزيارة. إلى اللقاء يا أمي. مع السلامة يا ابنتي. مع السلامة. إنه هو، إنه هو. ألو، ألو، ألو. إنها المرة الثانية التي يقع فيها جرس الهاتف ولا من يجيب. من تعتقدين يا نغم؟ لعله وسيم. وسيم، هل التقيتما من جديد؟ نعم. ولماذا لم تخبريني؟
أم أنك دائما تحتفظين بالمفاجآت السارة لنفسك يا نغم يا أنانية؟ ألو، هذا أنت؟ ماذا؟ وأنا كذلك في مقهى الشاطئ؟ حسناً، سأكون في الموعد المحدد. إلى اللقاء. وسيم، أليس كذلك؟ نعم، إنه هو. ومتى ستلتقيه؟ غداً، الساعة 3:00 تماماً. غداً مقهى الشاطئ، الساعة 3:00. ما رأيك يا وسيم لو نذهب بعد ظهر اليوم إلى السينما؟ لدي موعد هام اليوم مع نغم، ليس كذلك؟ من أين عرفت؟ إن اللبيب من الإشارة يفهم. والدتي محقة في قولها. الحب كالنار، لا يخفى دخانه على أحد. ما بك؟ هل تستطيع أن تصف الحب يا سامي؟ الخبرة والتجربة تنقصان في هذا المجال. أتعرج أمامك سير؟ لقد مضى على فراق ليلى أكثر من سنتين، وكدت أنسى معنى الحب، فأنت مؤهل اليوم أكثر مني للقيام بهذه المهمة. الحب يا سامي هو الابتسامة والفرح والسعادة، إنه القشعريرة التي تسري في روح الإنسان وجسده، إنه الشبع الروحي والاكتفاء الذاتي. ما شاء الله ما شاء الله. يبدو أن قصة مجنون ليلى لم تكن خيالية كما يقولون. يجب أن أعرف من هي. من هي ليلاك يا قيس؟ ما بك لا تجيب؟ لما هذا الخوف؟ لست خائفاً، لست خائفاً، ولكن... ولكن ماذا؟ الحب سنة الحياة يا وسيم. الحب سنة الحياة؟ هذا يعني أنك لا تمانعين؟ كيف أمانع وكيف أوافق وأنت لم تقل لي حتى من تكون سعيدة الحظ؟ تدعى نغم، الممثلة التي شاهدتها في حفلة الشركة. لقد وقع ما كنت أخشاه، تلك الممثلة أوقعته في حبها من اللقاء الأول. ماذا قلت يا أمي؟ هل أنت موافقة؟ بهذه السرعة؟ يجب أن نعرف أولاً من هي ومن هم أهلها ومن أي عائلة هي، وإذا كانت تناسبك فلما لا أوافق؟ بورك لك بهذه الوالدة يا وسيم، إنها بعكس أمي تماماً، التي ما كادت تعرف بحب ليلى حتى أقامت الدنيا ولم تقعدها إلا بعدما فسخت علاقتي بها. يجب أن لا تلومها يا سامي، لقد فعلت ذلك من أجل مصلحتك بدون شك، فالأم التي تحب مصلحة ابنها لا توافق على زواجه من أي فتاة قد لا تناسبه. حتى إذا كان يحبني بعضهما؟ الحب ليس كل شيء يا وسيم. لماذا ذكرت لها ما ذكرت؟ لك أن تضغط سيامك، هذا جزاء من ذنب. إلى أين يا نغم؟ لدي موعد مهم، لن أتأخر. لم أكمل حديثي بعد. ماذا تريدين يا عمتي؟ لقد كثرت مشاريعك ومواعيدك في هذه الأيام. وهل في هذا ما يزعجك؟ أنت في رعايتي وأنا مسؤولة عنك، وقد تتعرضين لمخاطر نحن بغنى عنها. ريحيني يا عمتي، لقد تعذبت في حياتي كثيرا،
وحرمت من حريتي بما فيه الكفاية، فأرجوك أرجوك دعيني أعوض عن بعض ما فات. كبرت يا نغم، وكبرت مشاكلك، وكبر خوفي عليك. أعذري تدخلي إذا تكلمت معك بهذه اللهجة، ولكن من غيرتي عليك يا نغم، من غيرتي عليك، أفهمتي؟ هل أنت ذاهبة للقاء وسيم؟ أجل. انتبهي على نفسك، قد يكون حبه لك كاذبا. لا أعتقد يا عمتي، يكاد يجن لرؤيتي. ومع ذلك كوني حذرة، فهناك أمور تجهلينها. ماذا تقصدين يا عمتي؟ لا أعتقد أن أم وسيم ستقبل بحب ابنها لك. لكنها عاملتني بلطف يوم تعرفت عليها. ومع ذلك عندما تعلم أحلام من تكونين بالنسبة لي ولمنير، وبأنك تحاولين أن تعيد ابنها لأبيه، تتغير مقاييس كثيرة يا نغم. شكرا لك يا عمتي لإعطاء هذه المعلومات. والآن هل تسمحين؟ وفقك الله، مع السلامة. بقى شاطئ، المكان الذي حدده وسيم للقائه مع نغم. من هنا أستطيع أن أراه دون أن يراني. سامحك الله يا أحلام، لقد جعلتني أسعى لرؤية ولدي كما يسعى اللص لسرقة جوهرة ثمينة. ها، لقد وصل. نزل وسيم من السيارة، أمسك نغم بيده، إنه يبتسم لها وتبتسم له. لقد دخلا، آمل أن يختارا مكانا مواجها للجهة التي أقف فيها، فمن هذه الناحية أستطيع أن أمتع نظري بوسيم. أرجو أن تكون صريحا معي يا وسيم كما كنت صريحة معك. لقد أخبرتك كل شيء عن حياتي، تقريبا كل شيء. حياة فنانة مليئة بالمآسي، وأنت تريدين مني إذا كنت سأقبلك كما أنت أم لا؟ ومن أوحى لك بهذه الفكرة؟ استوحيتها من المقابلة التلفزيونية. إن اللبيب من الإشارة يفهم. إنك ذكي لا شك، ظني كان في محله. لابد أنها تحدثه عني، ولكن ما الفائدة؟ على كل حال، لقد قالت لي نغم إنها ستؤجل بحث هذا الموضوع ريثما يتهيأ لقبولي. ولكن تأكدي يا نغم أنني أحبك من كل قلبي، وأنه لن تفصلني عن هذا الحب قوة في الدنيا، ولا يهمني إن كنت امرأة مطلقة أو غير مطلقة، تعملين بالفن أو غير الفن. هذا رأيك، ولكن هل تعتقد أن والدتك ستوافق؟ سأجعلها توافق. وإن لم تقتنع؟ لكل حادث حديث، ولكن تأكدي أنني لن أتخلى عنك مهما قست الظروف ومهما كانت التضحيات. لكنك قلت لي إن مرتبك لا يكفي لإيجار شقة وفرشها،
وبالتالي رفضت مساعدتي في هذا المجال، فماذا سنفعل إن رفضت والدتك أن نسكن معها؟ أنا واثق أنها لن تقبل أن نسكن إلا معها، هذا إذا وافقت أنت. إذا أحب الإنسان وأخلص في حبه فلا يقف الزمان ولا المكان حائلا في وجه سعادته. إذن لم يبق لي إلا أن أقنع والدتي، هل اتفقنا؟ اتفقنا. ما رأيك لو نتمشى على شاطئ البحر؟ هدير الأمواج يغريني وهواؤه يشعرني بالانتعاش عندما يلامس جسدي، وبالغيرة عندما يداعب شعرك وفستانك. هيا. ليس هو، لقد تأخر هذه المرة أكثر من كل مرة. يا إلهي، إلى اللقاء في الغد. إلى اللقاء ساعة تشاء. إياك أن تنسي. أنسى؟ أنسى ماذا؟ أنني أحبك. وأنا أيضا. ما هو آخر شيء تفكرين به قبل أن تنامي؟ وسيم، وأنت ما هو أول شيء تفكر به عندما تستيقظ؟ نغم. حفظت الدرس. وأنت أيضا. أحلام سعيدة. أحلام سعيدة. لقد نسيت نفسي، لابد أن أمي قد أصيبت بانهيار عصبي. المعذرة، أليس لك من سلاح إلا هذه الكلمة؟ تذهب ولا تخبرني إلى أين، تتأخر ولا تكلف نفسك بمكالمة هاتفية تطمئن بها قلبي، تتركني أسرة الشك والقلق والمخاوف لتعود بعد ساعات وساعات وتقول لي أعتذر. هكذا تعالج الأمور، وأعصابي التي تكاد تنفجر، وعقلي الذي يكاد يجهل، هكذا تعالج الأمور بالاعتذار الذي تعبك يا وسيم. هدئ روعك يا أمي، هدئ روعك. ألو سامي، ماذا؟ كانت تسألك عني وأكفرت الخط. لا لا، تشغل فكرك، شكرا لك، إلى اللقاء. ألا زلت غاضبة مني؟ هل هدأت أعصابك؟ إذا كنت مريضة سأستدعي الطبيب فورا. لا لا تفعل،
هكذا أريدك يا وسيم، تجلس بجانبي، تحدثني، تهتم بي. لقد حرمت نفسي من الزواج طيلة أعوام عديدة لأحافظ عليك. عندما تركني والدك كنت ما تزال طفلا صغيرا، وكنت دائما أقول له اكبر يا وسيم، اكبر لتصبح رجل البلد، لتعودني عما فقدته بعد الطلاق من منير. والدك الغشاش الخائن الذي أغرت رياحين وأبعدته عني. اهدى يا أمي، ألم تنسي بعد هذه القصة؟ كيف أنسى؟ كيف أنسى؟ أنت لا تعرف ما معنى أن يترك الرجل زوجته ويتزوج من سواها. هذا معناه احتقارها، إدلالها، معناه تحطيم معنوياتها وكبريائها والدوس على شرفها وتمرير كرامتها في الوحل. ولكن هناك مطلقات كثيرات. هذا يعني أنها امرأة غير صالحة، امرأة غير كاملة. أنت لم تشهد الليالي التي سهرتها لأعرف ما هي المخصفات التي وجدها في رياحين ولم يجدها فيها أنا، وعلى الكمال الذي جذبه إليها وأبعده عني أنا. أنت لم تعرف يا وسيم، لم تعرف. كفى كفى كفى. أتصرخ في وجه أمك يا وسيم؟ اهدأي أرجوك. بل دعني أكمل. وهل لديك بعد ما تقولينه؟ ما بك؟ من أجل خاطري أرجوك أن تكفي عن هذا الآن، ومن أجل خاطري وحيدك وسيم أرجوك أن تحضري لي طعاما شهيا. من أجل خاطرك سأفعل. ولكنك لم تقل لي أين كنت ولماذا تأخرت؟ سأفعل، ولكن بعد أن تهدأي تماما. ترى هل أخبر والدته؟ هل فتحها بموضوع الزواج؟ ولكن ماذا لو رفضت؟ هل سيتخلى عني وسيم؟ أتمنى أن توافق. أنا لا أستطيع أن أتخلى عنه، لا أستطيع، لا أستطيع. ما هو آخر شيء تفكرين به قبل أن تنامي؟ وسيم، وما هو أول شيء تفكر به عندما تستيقظ؟ نغم. لقد حفظت الدرس. أحلام سعيدة. ألا زلت حاقدة علي يا أمي؟ وهل هذا معقول؟ عندما أنشغل عليك أقول في نفسي عندما يعود وسيم سأؤنبه تأنيبا شديدا، ولكن عندما تعود إلي أنسى كل غيظ وغضب. أمي، ما بك يا روح أمي؟ هل عندك شك بمحبتي وإخلاصي لك؟ هل هذا معقول؟
إذا طلبت منك أن توافقي على أمر يهمني ويسعدني، هل ترفضين طلبي؟ وكيف أرفض وأنا أعمل المستحيل من أجل أن تكون سعيدة؟ هذا يعني أنك موافقة؟ أجل موافقة، ما هو طلبك؟ الزواج، الزواج هو طلبي الوحيد. ماذا قلت؟ الزواج، الزواج. كان لي عائلة كبيرة.